20/5/2013 كتيبة الشهيد أحمد خلف المهام الخاصة. ضرب حواجز الأمن وشبيحة في مدينة بصرة الشام ردا على خطاب حسن نصر اللات. الله أكبر والعزة لله. كتيبة الشهيد أحمد خلف المهام الخاصة. اجت بزاويته ابو خلي يزيحها شوي يزيحها شوي ابو سفيان ابو سفيان اجت بالزاويه يزيحها شوي رجعنا الله اكبر. 27/5/2013 كتيبه الشهيد احمد خلف للمهام الخاصه. زياده سفيان ضرب حواجز النظام في مدينه بصرة الشام ردا على خطاب حسن نصر اللات. تكبير الله اكبر من أطفال بياضة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كتيبة الشهيد أحمد خلف المهام الخاصة. الله أكبر لا واحدة بعد هاي.